تدخلت الفنانة الإماراتية أحلام على خط أزمة انفصال الفنان المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، طالبة منهما الهدوء والحفاظ على حياتهما والالتفات لأولادهما. وقدمت أحلام نصيحة خاصة إلى تامر حسني مؤكدة أن من حق بسمة أن تغار عليه، وقالت في تغريدة لها: حرام والله، وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا، لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل. وأضافت أحلام قائلة: حرام 8 سنين وأطفال، صديقك من صدقك، روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت، اسمع من أختك الكبيرة. كما أطلقت أحلام تغريدة أخرى تؤكد فيها أنه من حق بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني أن تغار عليه، وقالت في تغريدتها: من حقها تغار، زوجي طبيعي أغار، خصوصا إذا في معجبة تقصد تؤدي مشاعرها. وبعد إعلان انفصالهما تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد سبق لتامر حسني أن اعترف خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة المذاع على فضائية DNC المصرية بغيرة زوجته بسمة بوسيل الشديدة من المعجبات، لكن نفى شكها في خيانته لها. ولم يصدر من تامر حسني حتى اللحظة أي بيان رسمي منه بشأن انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، فيما ذكرت تقارير أخرى أن هناك محاولات جارية للصلح بينهما. وتجدر الإشارة إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل تزوجا في عام 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.